أهلا بكم. لماذا ينهب العراقيون وتسلب حقوقهم في خيرات وطنهم؟ ما تداعيات التدهور الاقتصادي في العراق على واقع المواطن المثقل في بلد غني بالنفط وثلث شعبه تحت خط الفقر بحسب التقارير الاقتصادية الدولية؟ كيف أسهم نظام المحاصصة في العراق والذي تأسس بعد العام 2003؟ كيف أسهم في سرقة ثروات العراقيين وتبديدها وقمع الكلمة الحرة التي تطالب بالحق وبالعدالة وبالحقوق الإنسانية والوطنية؟ لماذا أصبحت ثروات العراق حكراً على فئة الأحزاب والمستفيدين منها في حين يكتوي الشعب العراقي بغلاء الأسعار وقلة الموارد وضيق العيش؟ لماذا تضيع حقوق العراقيين بينما تصنع إمبراطوريات فساد؟ من له المصلحة بمنع العراقي من النهوض ومن التنمية ومن التطور ومن رفع مستوى الدخل حتى بات العراق بيئة طاردة لأبنائه وشبابه، فأصبح طموح الشاب العراقي الهجرة خارج العراق؟ نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه القضية، أي حقوق المواطن العراقي الضائعة أو المعدومة. وسيكون معي في هذه الحلقة عبر سكايب من السويد الأستاذ عبد الله السلمان الباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا بك أخي الكريم من كوبنهاجن. من كوبنهاجن عفوا. وعبر الهاتف الأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. أهلا بكم ضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. من الغريب أن يكون بلد غني كالعراق يعاني أهله من الفقر والعوز رغم وجود احتياطي نفط يتجاوز القرن والنصف، لكن الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة جعل من البلاد حكراً على فئات معينة من الشعب، في حين يكتوي البقية بغلاء الأسعار وقلة الموارد وضيق العيش. فبعد أن أقر البرلمان ميزانية السنوات 2023 و24 و25 التي وصفها مراقبون بأنها موازنة ثلاثية تاريخية على مستويات الإنفاق والإيرادات والعجز المالي بعد معركة ماراثونية لفترة زادت عن الستة أشهر من النقاش والصراع والمساومات من قبل أحزاب السلطة في الحكومة والبرلمان بشأن توزيع موارد الدولة بما يخدم مصالح الأحزاب أكثر مما يخدم مصالح المجتمع واحتياجاته. وبخلاف كل ميزانيات العالم، خرجت نقاشات مواد الميزانية في العراق عن كونها مشروعاً اقتصادياً لصرف الأموال والواردات على مصاريف الحكومة والوزارات والمحافظات، لتصبح معركة يحاول فيها كل حزب متنفذ الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من الأموال المخصصة للمشاريع أو الإنفاق الحكومي ضمن الوزارات التي تم تقاسمها بين أحزاب السلطة وفق مبدأ المحاصصة السياسية والطائفية والقومية. ويتساءل العراقيون أين حقوقهم ولماذا تضيع؟ فهم حتى لم يحظوا بحقوقهم الإنسانية في قانون عادل ووطن خال من العصابات والميليشيات التي تتحكم بمصيره وتستنزف ثرواته. فلم تزدهر في عراق ما بعد الاحتلال سوى صناعة الفساد، ومن يعترض من أفراد الشعب تواجهه تهم الإرهاب وتلاحقه المعتقلات. أبدأ معك أستاذ عبد الله سلمان. مواطنون عراقيون يتساءلون في ساحات التظاهر في عام 2019 وقبلها و2020 و21 وإلى الآن سنة 23، يقولون أكثر من 20 سنة نظام المحاصصة سلبنا حقوقنا كعراقيين، ميزانيات مليارية تكفي لبناء 5 دول عربية على نمط دبي، على نمط الإمارات، ولكن شعب يفتقر إلى أبسط حقوقه الإنسانية، يفتقر إلى الخدمات، يفتقر إلى الكهرباء،
يفتقر إلى التعليم؟ لماذا العراق مكتوب عليه أو المواطن العراقي مكتوب عليه أن يعيش في هذا البلد منهوب مسلوب الحقوق؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولضيفك الكريم الأستاذ لبيد ومشاهديكم الأكارم. الله أستاذ. الحقيقة الاحتلال لم يأتي يعني عن بدون برنامج ولا استراتيجية ولا أهداف مقصودة. الاحتلال جاء لتدمير الشعب العراقي وإلغاء العراق كهوية وطنية، فلذلك جلب إلينا مرتزقة حقيقة ليست سياسيين، لأن الواقع لعشرين سنة أمامنا الآن لم يثبتوا يعني العاملين في الكتل السياسية والمتنفذين السياسيين لم يثبتوا للشعب العراقي وللمتابع السياسي على أنهم يمتلكون خط سياسي أو هم سياسيين، فبالحقيقة جاءوا بهم لهذه لتنفيذ هذه الأهداف. وبعدين أمريكا التي جاءت في الاحتلال العراق في زمن ادعت بها حرية الشعوب وقسمت دول كبرى مثل يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي تحت مظلة سيادة الشعوب وحرية الإنسان، سلبت العراقيين من 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 حقوقهم في السيادة والاستقلال ورجعتهم إلى عصور الاستعمار. أمريكا نفسها التي تتحدث عن الحداثة وعن التطور العلمي جاءت لنا بدستور من العصور الوسطى، وجاءت لنا بعناصر لا تعرف ولا تفقه في السياسة شيء. فالعمل مقصود، فلذلك هذه الأحزاب تنفذ أجندة خارجية، أجندة أمريكية بريطانية لإذلال الشعب العراقي وسلب ثرواته. والواقع لعشرين سنة يؤكد أن هذه الكتل صادرت جميع حقوق الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي لم يتبقى له حق لا في ماله ولا في صحته ولا في أمنه ولا في تعليمه، كل هذه الحقوق صادرتها هذه الأحزاب وهذه الكتل لغاية تنفيذ الأجندة الإيرانية والأمريكية. هذه الإشكالية التي خلقها الاحتلال هي سببت هذا الفقر وسببت هذا الجوع وسببت هذه الحسرة عند الشعب العراقي وفقدان الأمل بالمستقبل. الاحتلال هو السبب الأساس لكل ما جرى للعراقيين وبأيدي هؤلاء المتنفذين الآن اللي تسمى الكتل وتحت ظل المحاصصة الطائفية السياسية وليست الطائفية الحقيقية يعني. فلذلك الاحتلال هو سبب كل ما يمر به الشعب العراقي. معي أستاذ عبد الله. أستاذ لبيد، أستاذ عبد الله يقول بأنه المستهدف هو الهوية الوطنية العراقية والمستهدف الشعب العراقي من أجل منع أي نهضة للعراقيين، وهذه طبعا أجندات أمريكية وبريطانية. ولكن عندما يتساءل المواطن العراقي يقول إن الأحزاب منبثقة من العراق وأنها أحزاب عراقية، هناك البعض من يقول هناك فئات فقط مستفيدة من الوضع الحالي هي فئة الأحزاب. هذه الأحزاب هل فعلا هي منبثقة من العراق ومنبثقة من الشعب العراقي؟ إذا كانت فعلا منبثقة من الشعب، لماذا تمنع أي نهضة من خلال استنزاف الموارد، من خلال منع عمل القطاع الخاص، من خلال حصر يعني مستقبل أي شاب عراقي، حصره فقط بالوظيفة وبالدولة وبالتعيين وبإعطاء الرواتب دون السماح للقطاع الخاص بالعمل، دون السماح لمعامل ومصانع وخلق وظائف جديدة؟ هل فعلا الغاية والهدف هو استهداف الهوية العراقية، استهداف العراقي في هويته الوطنية؟ نعم استاذ، اسمح لي ان احييك واحيي الاستاذ سلمان. حياك الله استاذ. ما تفضل به الاستاذ عبد الله سلمان هو يمثل المستهدف من الاحتلال، ثم ما تبعات الاحتلال وتداعياته. المستهدف من كل ذلك هو المواطن العراقي. الهدف من الاحتلال كما تفضل
حكم الكريم هو تدمير العراق، وعملية التدمير عملية مبرمجة ومخطط لها. وبالنسبة للأحزاب التي تتحكم الآن في القرار السياسي العراقي والمسيطرة على العراق، والحقيقة لو استعرضناها بمجموعها فهذه الأحزاب كانت منذ البداية كانت موالية خارجية، ومن هذه الولاءات بالإضافة إلى ولائها لأمريكا وللغرب هناك ولاء أساسي أيضا يتمثل بولائها لإيران. ولم يكن لهذه الأحزاب أي هم وطني، كان الهم الأساسي لهذه الأحزاب هو تدمير العراق بالاحتلال وبالحرب من أجل الوصول إلى السلطة. فهم ليس لديهم. طيب استاذ لبيد، لماذا سعت الأحزاب إلى إلغاء الهوية الوطنية؟ نعم طبعا حاليا لدينا أحزاب تقود البلاد منذ 2003، ما بعد 2003 بعد تشكيل ما يسمى بالجمعية الوطنية ثم مجلس الحكم الذي تقول بريمر، بدأ تأسيس المحافظة الطائفية. والمحافظة الطائفية كما نعلم ترتكز على هذه الأسس لا يمكن أن تقود إلى تعزيز الحالة الوطنية، بالعكس هي تقود إلى سرطنة المجتمع، إلى خلق حالة تخلخل في داخل المجتمع وانقسامات اجتماعية في داخل المجتمع العراقي. واستطاعت بكل أسف وبكل صراحة استطاعت أن تنجح هذه القوى إلى إضعاف البنية الاجتماعية في داخل المجتمع العراقي، استطاعت أن تنجح في تأجيج الفتنة الطائفية والمذهبية، وحدثت حرب حالية وما زالت الأجواء مهيئة بالحقيقة لإعادة إشعال هذه الفتن الطائفية. نعم. لذلك يصح القول بأن هذه الأحزاب كان هدفها بالحقيقة إلغاء الهوية الوطنية وإحلال الولاءات الخارجية محلها. نعم. الولاءات الخارجية في هذه النقطة أستاذ لبيد اسمح لي أن أنتقل لأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، إلى أي مدى استفادت إيران من واقع العراق وهو بهذا الشكل؟ أحزاب مستحوذة على ثروات العراقيين، حرق للمحاصيل الزراعية، استهداف للثروات سواء الثروة الحيوانية أو السمكية، منع القطاع الخاص، منع يعني الصناعة النفطية على الشكل الأمثل، منع استفادة العراق من طاقاته البشرية وحتى الثرواتية الموجودة في باطن الأرض، وبالتالي يكون دائما أسير الطلب العراقي من إيران سواء للطاقة أو الغاز أو البنزين وإلى آخره. ما هي كمية الاستفادة؟ يعني هذه الكمية كيف تقدرها؟ كيف تنظر إليها من عام 2003 وإلى الآن؟ إيران تشارك أمريكا وإسرائيل في استهداف العراق وإضعافه من ناحية الاستراتيجية لكل منهما. فإيران يهمها دائما وعلى الخريطة السياسية وأجندتها أن يكون العراق ضعيفا مستهدفا من قبلها، لأن وجود عراق قوي لا يسمح لها بتمديد سياستها الاستراتيجية وهي تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة. وكل ما ضعف العراق بالتأكيد تتمكن إيران من إنتاج خطها السياسي خارج حدودها. فمثلا إذا لم يضعف العراق لم تستطع الدخول إلى سوريا، ولم تستطع الوصول إلى لبنان، ولم تستطع الوصول إلى اليمن. هذه هي أجندة إيران التي تتفق مع أمريكا وإسرائيل فيها ضد استهداف العراق. فبالتالي استهداف الاقتصاد هو أهم ركائز الاستهداف العدواني لأي بلد ضد بلد آخر. فإضعاف اقتصاد العراق وسرقة أمواله وتثبيت أذرع إيران التي نهبت أموال العراق، وبالتأكيد هذا كله يعود بالفائدة السياسية والاقتصادية على إيران.
إيران وقت ما إيران أمريكا دعت أنها تحاصر إيران، أمريكا سمحت لإيران أن يكون العراق حديقتها الخلفية ومنفذها الآخر. كل البضائع الإيرانية تصدر إلى العراق وأسواقها بالتأكيد، وكل ما يلزم إيران من حاجات استراتيجية تأخذها من العراق يصدر. النفط العراقي يهرب إلى إيران ومن إيران يباع، والعكس أيضا في حالة في حالة الحصول على العملات الصعبة. هذه هي السياسة الإيرانية، فبالتأكيد هي تستفيد من العراق، وإلا لماذا تدعم هذه الفرق وهذه الميليشيات وهذه الأجندة السياسية التي تطرحها في العراق؟ فهي تستخدم العراق كحديقة خلفية اقتصادية، فبالتالي تستفيد من النهب والسرقة الموجودة اليوم. إيران يدخلها 37 مليار فقط من الطاقة، يدخلها كثير من الجوانب الأخرى في استيراد المواد الزراعية. اليوم لا يحق للمواطن العراقي الفلاح العراقي زراعة محصولات إيران تريد تصديرها للعراق. حرائق اللي تحدث في الحنطة والشعير وغيرها هذه بأهداف إيرانية وليست بأهداف خارجية أخرى. فإيران هي المستفيد الأول من زعزعة الاقتصاد بالعراق، لأن العراق يمتلك أموال عديدة، فبالتالي يمكن لها نهبها وسلبها عن طريق أذرعها. هناك الكثير من العوامل يعني أثرت على الواقع الاقتصادي في العراق. اسمح لي أستاذ عبد الله أنتقل للأستاذ لبيد. أستاذ لبيد، التغيير الديموغرافي كان سببا رئيسا في تدهور الحالة الاقتصادية للمواطنين العراقيين، الاستيلاء على الأراضي الزراعية، الاستيلاء على البساتين والأراضي المنتجة في حزام بغداد، كل ذلك أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في العراق، سواء كانوا عمال أو فلاحين إلى آخره. عدم دعم الفلاح، هذا الأمر كله جعل من الواقع الاقتصادي في غاية من الخطورة في العراق، وخصوصا أن موضوع النفط المواطن العراقي قد مسح يده بالحائط مثلما يقال، في حين أن القطاع الخاص التجار على مستوى المواطنين يؤخذ منهم الإتاوات عن طريق الميليشيات. كل ذلك يرى كثير من المراقبين أستاذ لبيد أن بيئة العراق الاقتصادية الآن أصبحت بيئة طاردة للشباب، بالتالي صار الشاب العراقي يطمح أن يهجر العراق ويهاجر إلى خارج هذا البلد بسبب هذا الواقع المرير. إلى أين مدى ترى أن يعني ثقل الواقع الاقتصادي وعلى المواطن العراقي وعلى طموح الشاب العراقي جعل من العراق بيئة طاردة لأبنائه؟ نعم، بالتأكيد هناك هجرتان، يعني هجرة داخلية في داخل العراق، هجرة إجبارية، هجرة داخلية كما تفضلتم، هناك عملية ترحيل، وليس فقط التغيير الديموغرافي للمدن، وكما حدث بشكل بين أسوأ حالاته في محافظة ديالى، وإنما هناك أيضا سبب آخر. يعني السبب الآخر هو الإضعاف المتعمد للبنى الاقتصادية، لأنه العملية نحن مطلعون وأنتم مطلعون أكثر مما نحن مطلعون عليه فيما يتعلق بمحافظة ديالى والمحافظات والقصبات المشهورة بإنتاجها الزراعي، خصوصا ديالى تم حرق البساتين، ليس فقط ترحيل السكان وإنما ترح البساتين هناك تقصد يعني وفي تعمد في مسألة انهاك الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني في داخل العراق، بالاضافه الى ايضا تجفيف العراق وموارد العراق المائيه، وهذا ما قامت به ايران على نحو لم يكن أسوأ منه في التاريخ. يعني هذه العمليه المنظمه من اجل تجفيف منابع الاقتصاد العراقي البديله للنفط، هذا جعل ادى الى هجره داخليه كما طيب استاذ لبيد بالاضافه الى رغبه
الميزانيات، ميزانيات عام 23 و24 و25، هل ستكون طوق النجاة لإنقاذ العراق؟ هل هناك خطط لتطوير الصناعة في العراق، إعادة إحياء من جديد الصناعات الإلكترونية مثل ما كانت في السبعينات أو الثمانينات، إعادة إحياء من جديد للصناعات، صناعة السيارات والمكائن الزراعية، وبالتالي اللبنة الأساسية للنهوض بأي اقتصاد هو الزراعة ثم الصناعة؟ هل هذه الخطط الموازنة، الموازنات الانفجارية التي وصفها كثير من المحللين الاقتصاديين بأنها موازنة ثلاثية، وكثير من المحللين الاقتصاديين قالوا بأن العراق منذ عام 2008 إلى الآن يتمتع بأموال ضخمة جدا ولكن تذهب إلى جيوب الفاسدين ولا يمكن الاستفادة منها لصالح الشعب العراقي، وإنما تكون حكرا على الأحزاب؟ هل هذه الموازنة الجديدة الآن التي أقرت ممكن أن يرى المواطن العراقي شيئا مختلفا؟ أستاذ الكريم، الموازنات الجيدة والممتازة والثروة الهائلة لا تكفي من أجل بناء تنمية حقيقية ومشاريع. ليش؟ لأن الاستقرار والأمن هما العاملان الأساسيان لبناء عملية تنمية. العراق يشهد حالة صراع وحالة نزاع داخلي، وهناك تتيد للميليشيات، وهذه الميليشيات كلها فوق القانون ولا توجد سيادة للقانون في العراق. لذلك لا تتوقع أن تتم حالة استقرار في داخل العراق أو تتم حالة أمنية تحظى بمقبولية أو بحد أدنى من المقبولية التي تشجع المستثمرين على استثمار رؤوس أموالهم في داخل العراق. العراقيون لديهم استثمارات ولديهم رؤوس أموال، وهناك كثير من رجال الأعمال بالآلاف وعشرات الألوف المنتشرون في أربع جهات الأرض، وهم متشوقون لخدمة بلادهم ولبناء تنمية ولبناء صناعات في داخل وقطاع خاص جيد وممتاز في داخل البلد. لكن افتقار البلد إلى الأمن وافتقار البلد إلى حالة الاستقرار هو الذي يحول دون نقل هذه الرؤوس الأموال واستثمارها في داخل البلاد. البلد العراق بالحقيقة البلد متعطش وفيه هذه نقطة مهمة أستاذ لبيد، كل العوامل المادية للاستثمار، لكن غياب الاستقرار والأمن وتسيد الميليشيات والأحزاب وتبعية البلد كلها إلى إيران هو الذي يحول دون بناء عملية تنمية حقيقية في البلد. حتى لو كانت ميزانيات ضخمة وهائلة وأرقام فلكية، لكن لا يمكن أن تؤدي هذه طالما هناك غياب لحالة الاستقرار، وطالما هناك هكذا يعني كل الموازنات هي لصالح الأحزاب والقوى المتقاسمة للسلطة. لذلك اسمح لي أستاذ لبيد، أستاذ عبد الله، الشاب العراقي الآن يطمح إلى أن يصل إلى بلد يتحقق فيه العدالة والمساواة والأمن والحقوق الإنسانية، لذلك هو يهج من العراق ليلتحق أو يهاجر إلى الدول الأوروبية التي يرى فيها نفسه كإنسان هناك. كل شيء متوفر من حيث الحقوق الإنسانية في العراق، لا يجد سوى الذل، المهانة إذا قال كلمة حق أو طالب بحقوقه في تظاهرة سلمية مثل ما تحصل تظاهرات في أوروبا مثلاً، يواجه بالقمع وبالخراطيم المياه الحارة وبالاعتقال وبالتعذيب، وإذا نجا بحياته فهو محظوظ. هنا في هذه الحالة هذا الأمر عندما تقوم الأحزاب بهذه الممارسات السلطوية، إلى أي نقطة يراد أن يصل العراق إليها؟ المقصود من كل هذه الأفعال لما 35% من الشعب العراقي غير قادر على توفير الاحتياجات الأساسية، مأكل ومشرب وصحة وتعليم، هذا يعني دليل فشل وتعمد السلطة في إيذاء المواطنين. فهذا الأهداف التي يسعون إليها هو
كثير ما تريده إيران هو إفراغ الشعب العراقي أو النخبة الجيدة التي تبني العراقيين وهي الشباب. يعني اليوم لما نقول الشخص متقاعد بمعنى أنه هو خرج من ساحة العمل، المطلوب والمستهدف من قبل هذه الأحزاب هو الشاب الذي هو أداة البناء. أما يخرج ويهرب يبقى العراق بدون هذه القوة، فبالتأكيد هذا أستاذ لصالح عبد الله، إيران المجتمع لأن إيران الدولي كله، دامت نتيجة. كل المجتمع الدولي شهد كيف تم دعم الحكومات من عام 2003 إلى الآن وإضفاء الشرعية عليها، في كيف تم دعم نظام المحاصصة، يعني كمجتمع دولي سواء كانت دول أوروبية أو أمريكا وإلى آخره. لماذا تدعم صناعة إمبراطوريات الفساد في العراق؟ لماذا تدعم؟ ما الغاية من استمرار دعم نظام المحاصصة وما هو إلا ماكينة لإنتاج إمبراطوريات الفساد والاستحواذ على أموال الشعب؟ تدمير العراق هو هدف الأسمى لكل هذه الجهات الدولية. الجهات الدولية لا يوجد يعني وافقت على دستور ونظام محاصصة لا تقبل بجزء شبيه منه أن يكون في بلدانها. أمريكا ليس لها يعني كل المواطن الأمريكي لما تسأل عن البرنامج وعن المواطن الأوروبي والسياسي الأوروبي يستنكر مثل هذه المواصفات السياسية في العراق، سني وشيعي وكردي وكذا، هذه المواصفات السياسية وليست مواصفات تكوين كمجتمع. فبالتأكيد هو الهدف والغاية من كل هذه الجهات المهيمنة على السلطة في العراق وهي أمريكا وبريطانيا وإيران، هو هدفها تهجير الشعب العراقي وإضعاف العراق. وهذا الرضا النفاق هو خلق فوضى دائمة بالمنطقة، وبالتأكيد يعني لهم مصلحة كبرى فيها خلق كيانات جديدة داخل المنطقة لا يتم إلا عن طريق إضعاف العراق، لا يتم نهائيا. وهم الآن يستعدون لخلق كيان جديد على حساب سوريا والعراق. فبالتالي هذه الغايات الأساسية لهذه الأنظمة، لبريطانيا وإسرائيل وإيران وأمريكا كلها مشتركة، والعالم الأوروبي عالم حقيقة لما ينظر إلى العراق ينافق. اليوم المواطن في أوروبا لا يسأل يعني لا عن دينه ولا عن لونه ولا عن شكله، ليش يقبلون أن لما يجي عراقي إلى أوروبا يسألوه أنت سني أو شيعي؟ ليش أنت تسأله لما هو إنسان؟ ليش أنت تسأله؟ فإذا تعميق هذه المسألة هي غاية، مثل ما هي غاية تجنيد قوى تابعة لقسد من أوروبا، يجند ويدرب ويجهز بكل الأجهزة في سبيل يروح يقاتل هناك من يدعم أوروبا المشروع وليس من الأمريكي. مكان آخر. يعني هم دعم للإرهاب بالنسبة لهم موجود، وفي العراق كذلك. يعني الغاية هي المنطقة، استهداف المنطقة من خلال إضعاف العراق والمواطن العراقي وتهجيره. إيران لها مصلحة بأن تستحوذ على جزء من العراق من خلال تبعية أحزابها، أوروبا وكذلك. فهذه المشكلة الدولية وليست مشكلة فقط تخص هذه الأحزاب. أستاذ لبيد، بما أنه الكلمة الحرة أمر مهم، بما أنه التعبير عن الرأي أمر مهم، من أجل طبعا وصف هذا البلد الذي يسمح بالتعبير عن الرأي بأنه بلد حر، الحرية التي جاء بها الأمريكيون للعراق، يا ترى هل حققت للعراقيين مساحة كافية للتعبير عن آرائهم، للنقد البناء، لاستنكار أي استنزاف لثرواتهم؟ والله والكلام عن الحريات وعن الديمقراطية كلام يعني يطول ويطول، لكن باختصار جوهر الديمقراطية هو احترام حقوق الإنسان. يعني فأنت تستطيع أن تقيم وزنا أو تستطيع أن تقيس منسوب الديمقراطية في البلاد اعتمادا على مدى احترام هذا البلد أو الحكومة أو السلطة أو القوانين لحقوق الإنسان في البلد نفسه. حقوق الإنسان في العراق في الحقيقة حقوق لا يعني حقوق، هناك اعتداء على 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 حقوق الإنسان، هناك انتهاء لحقوق الإنسان في العراق. ولقد شهدنا
في كثير من المناسبات نماذج أو أمثلة صارخة على هذا المستوى يعني. فلا يوجد لا توجد حقوق الإنسان، حقوق الإنسان غير محترمة في العراق وقد انتهكت. وأكبر دليل مر بنا هو انتفاضة تشرين، يعني انتفاضة تشرين تم قتل ما ينوف عن 1000 متظاهر، أكثرهم شباب وأكثر وكثير منهم دون 18 سنة، بالإضافة إلى هناك الآلاف من المغيبين والمصابين والذين أصيبوا بأصبحوا محوقين. ورغم وجود كاميرات ورقابة شديدة لكن لم تستطع الحكومة أن تقدم لنا أحد القتلة أو المجرمين ولحد الآن. ليش؟ لأن هؤلاء القتلة هم محميون بالحقيقة وهم من صلب الحكومة ومن صلب الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة والعملية السياسية. فكيف يمكن الحديث عن حقوق الإنسان وعن ديمقراطية وعن حريات إذا كانت عملية التعبير يعني مجرد عملية تعبير مظاهرات سلمية بالحقيقة، وهذا هي يعني أبسط حقوق الإنسان وأبسط مقومات الديمقراطية. فكيف تعامل إذا عملت عملية التعبير هذه سلمية بالرصاص وبالقتل وبالاغتيالات وثم يحمى القتلة ويتم التغاضي عنهم؟ كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية؟ لا وجود حقيقة للديمقراطية في العراق. من الأمر ومن الطبيعي، سأعود إليك أستاذ لبيب مرة أخرى، أستاذ عبد الله، من الطبيعي أن يعبر كل عراقي سواء كان في داخل بيته أو في المقهى مع أصدقائه أو في الوظيفة، يعبر عن استغرابه كيف التقارير الدولية تتحدث عن بلد غني بالنفط يطفو على بحر من النفط. يعني حتى وإن عملت حفرة في أي حديقة في البيت ممكن أن يتفجر ينبوع من النفط، مع ذلك شعب تتحدث التقارير الاقتصادية العالمية أن ثلث هذا الشعب الآن ربما هو تحت خط الفقر. يا ترى تداعيات غلاء الأسعار الآن، تداعيات تدهور العملة العراقية، تداعيات تهريب الدولار إلى خارج العراق، كيف سيثقل كاهل المواطن العراقي المأزوم بسبب نظام المحاصصة وبسبب يعني إمبراطوريات الفساد التي تتحكم في مصيره وفي مصير الأجيال القادمة التي ستكون أجيالا مديونة؟ تدهور الوضع الاقتصادي بالتأكيد يثقل كاهل المواطن بأكثر من جانب. أولا هو فقدان الأمل، يعني هذا أهم عامل يثقل كاهل المواطن، هو فقدان الأمل بالمستقبل، لأنه 20 سنة تجربة لا توجد أي خطوات جادة لتصحيح هذا الوضع. لأنه المواطن يعرف أن إدارة ثروات بلاده تكون في مكاتب الأحزاب، فالانعكاسات التي تحدث نتيجة تدهور الاقتصادي على صحة أبنائه. اليوم حتى الموظف لو حتى يعني وصل راتبه 1 أو 1.5 مليون لا يستطيع يعني سداد فاتورة المستشفى الخاص أو الطبيب الخاص، لأنه القوى السياسية أعدمت القطاع الصحي إعدام شامل للعراقيين حتى تفقد العراقيين أي خدمة صحية. اليوم القطاع الصحي فاشل الرسمي، وبالمقابل الفساد بنى إمبراطوريات ومستشفيات لصالحه. هذه لا يستفيد منها إلا الفاسد أو المرتشي الأعلى من مدير عام فما فوق، هذا الذي يستطيع معالجته. أما المواطن فبالتأكيد تثقل عليه، المواطن تثقل عليه لما لا يستطيع أن يغطي تكاليف مدرسة ابنه، يضطر أن يترك ابنه الدراسة أو يذهب إلى الشارع ليبيع، وبالتالي يتعرض إلى كثير من الضغوطات الاجتماعية الأخرى كالمخدرات أو بيع المخدرات أو استغلال. فكل هذه هي نتيجة الفساد الذي تديره الأحزاب وعن عمد، وليس عن جهل أو عن طمع فقط، وإنما عن عمد واستهداف ومنهج للشعب العراقي.
فهذه هي المؤثرات التي لما يكون تدهور الاقتصاد بالتأكيد هناك حسرة في قلب المواطن العراقي طيب تنعكس عكس. استاذ عبد الله، هناك خبرات دولية عظيمة ممكن أن يستنبط منها يعني الخبير العراقي أو واضع الخطة العراقي يستفيد من نقاط مهمة محورية فيها. يعني هل هناك قلة في الخبرات العراقية أم أنه لا يسمح لهم بتطبيق تجارب دول في الاقتصاد إلى آخره؟ يعني الكثير من التجارب موجودة، ولكن هل يشكو العراق قلة عقوله؟ التشكيل السياسي هي المحاصصة والتوافقية، هذه أقصت كل الكفاءات الوطنية، لأن الكفاءات الوطنية تريد ساحة وطنية نظيفة هادفة إلى بناء المجتمع، هادفة إلى أبناء الوطن. لما كيف يأتي إنسان متخصص كفو يستطيع العمل في هذا المجال وهم فساد وسرقة؟ يجب أول يعني لو جئنا بخبير اقتصادي يريد أن يبني العراق أو يريد يقدم استشارة اقتصادية للعراق، أول شيء يطلبه إيقاف الفساد، أول شيء يطلبه حماية المستثمرين، رفع السلاح من رقاب الناس. هذه متطلبات أساسية في الاقتصاد. بالتأكيد المحاصصة ترفض هذا. بعد تتصور يعني المحاصصة تأتي بخبير عمره 25 سنة، والخبير أو المستشار يحتاج إلى 25 سنة خبرة ليصل إلى هذا المكان. استاذ عبد الله، يعني في سؤال يعني سريع وبإجابة سريعة، هذا الفساد هل هو وليد ما بعد عام 2003؟ من أين جاء ومن الذي يعني يقوم بممارسته داخل العراق؟ ما هي جنسيته؟ ما هي هويته؟ من الذي يقوم بإدامة موضوع الرشوة وإدامة موضوع الاختلاسات وإدامة موضوع العقود الوهمية؟ حقيقة الحصار، يعني حقيقة الحصار على العراق في السنوات الأخيرة بدت بوادر بسيطة جدا من حالات الفساد البسيطة جدا يعني، لكن بعد الاحتلال الأمر اختلف تماما، أصبح منهج تقوده الأحزاب. يعني هذه المشكلة، أنه لما يكون القوى السياسية المتحكمة في البلد هي فاسدة وهي تحمي الفساد وهي التي تغذي الفساد، لأن إدامة الأزمة هي من مصلحتها، تخلق فوضى بخلال الأزمة، وهذا لا تأتي إلا من خلال الفساد. أستاذ لبيد، بالعودة إليك مرة أخرى، يعني هذه الإجراءات أو المنهجية التي تقوم بها حكومة السوداني ويصفها الكثير من المراقبين بأنها عبارة عن علاجات موضعية أو يعني مخدر مؤقت، يعني عندما يقوم باستحداث وظائف أو تعيين الخريجين أو الذين يعني صار لهم الكثير من السنين يعملون في العقود دون تعيينهم على الملاك الدائم، هل هذه الخطط ناجعة؟ هل تقدم حلولا؟ هل يستطيع أن يلبي الرواتب أو يسدد الرواتب لهذه الأعداد الهائلة والضخمة من المتعينين؟ هل هذا هو الاقتصاد الحقيقي؟ هل هذا هو الإنتاج؟ هل هذا الذي ينهض بالبلد؟ عندما أعين أناس دون إنتاجية، عندما أشجع على البطالة المقنعة، هل هذا هو الحل من وجهة نظرك أستاذ لبيد؟ كيف تنظر إلى إجراءات حكومة السوداني؟ نعم، هو الجواب في الحقيقة في السؤال كان حضرتك يعني سميته البطالة المقنعة، وهي فعلا بطالة مقنعة، لأن حاليا حسب الإحصاءات يعني من مصادر حكومية وحتى من مصادر الأمم المتحدة، أن عدد الموظفين الحكوميين زاد عن 8 ملايين موظف. يعني هذا العدد الهائل في عدد الموظفين لا يعقل، شيء لا يعقل، لأن والوظائف هذه الحكومية بالحقيقة لو دخلنا في تفاصيلها يعني هناك كثير من الموظفين بالحقيقة يداوم بالأسبوع كم ساعة، يعني يروح يوم بالأسبوع يداوم يسجل حضور ساعة ماكو إنتاجية، بدون إنتاجية، مجرد صرف وقت بدون إنتاجية. لا، يعني هذا ليس دليل، يعني هذا التوظيف عملية تخدير كما تفضلتم، يعني معالجات موضعية وعملية ترقيع من أجل امتصاص نقبة المواطنين، لأنه المواطن همتنا، يعني المواطن الذي درس
18 سنة أو أكثر، يعني قضى 12 سنة دراسة في، حتى تخرج من الثانوية، ثم درس 4 سنين أو 5 أو 6 سنين إلى أن حصل على الشهادة الجامعية، كان يطمح في أن يتوظف أو على الأقل هذه الجهود كلها مضيعة. فصارت مظاهرات، تصير مظاهرات بين فترة وفترة من خريجين الجامعة، فيتم امتصاص هذه النقمة، هذه العملية والاحتقانات يتم امتصاصها على هذا النحو. فالعملية لن تدوم لأنه سيحدث تضخم في الطاقم الوظيفي في داخل الدولة. هذا طبعا ما يذهب إليه الكثير من الاقتصاديين. نعم أستاذ لبيب. نعم، لكن التوظيف الحقيقي للطاقات البشرية، هناك طاقات وهناك عقول في داخل البلد، وهذه هؤلاء الموظفون بالحقيقة هم أيضا ثمرة جهود كثيرة، يعني دراسة وتعب، وهؤلاء يتم يمكن الاستفادة منهم من خلال بناء مشاريع. المشاريع معطلة تماما، يعني لا توجد مشاريع تذكر في داخل العراق. لو كانت هناك حكومة صحيحة لاتجهت إلى بناء المشاريع، والعراق محتاج إلى مشاريع كبيرة ضخمة جدا وهائلة بالآلاف، يعني عشرات توجد مشاريع ما شاء الله في العراق كثيرة، سوف نتطرق إليها أستاذ لبيب. نعم، فيمكن استثمار الطاقات الشبابية، الطاقات البشرية هذه في هذه المشاريع. العراق بإمكانه بثرواته هذه يمكن أن يحول هذه الصحراء الكبيرة، الصحراء الغربية مثلا أو صحراء السماوة، يمكن بإمكانه أن يحولها إلى غابات، إلى أحزام، لا نقول غابات ولا نبالغ، ممكن أن يحولها إلى حزام أخضر. هذا لو كانت يعني في الهند كان استثمروا هذه، يعني هذا أبسط، هذا أبسط مثال، أبسط فكرة يعني مشاريع. وحتى هذه الفكرة تؤدي إلى تخفيف حدة الجو وقسوة الحرارة والغبار الذي يغص العراق بين أسبوع وأسبوع، يعني وهذه العملية ممكن أيضا أن توقف. هي المشكلة كماشة الحر والطقس بالإضافة إلى كماشة النظام المحصصة جعل من العراقيين يتوقون إلى الهروب إلى خارج العراق. اسمح لي أستاذ لبيب، أنتقل للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، ما تحدث به أستاذ لبيب، يعني الآن في العراق الكثير من الموارد المادية، ولكن لا يتم استثمارها من خلال الموارد البشرية، وبالتالي تحقيق التنمية في العراق. اللجوء إلى المخدر الموضعي المؤقت في ما يخص موضوع التعيينات أو التوظيف يجعل من الموازنة أو الميزانيات عبارة عن يعني توزيع فقط رواتب للمواطنين دون إنتاجية. هذا بالتالي سيترك ملامح سوداء على الاقتصاد العراقي المتدهور، وعلى ازدياد ضنك العيش وضيق العيش واستحواذ الأغنياء من الذين يتبعون إلى أحزاب سياسية على الكثير من الموارد، وازدياد نسب الفقر في العراق أكثر وأكثر. هل هذا الأمر يترك بصمات مستقبلية نستطيع أن نستشرفها في العراق؟ يعني كيف تنظر إلى مستقبل الشباب العراقي الذي يبحث ويتوق عن البحث عن حقوقه ولا زال؟ نؤكد دائما أن المستهدف هو المواطن العراقي وعن عمد. السلطة عندما تتعمد الإساءة إلى المواطن لا تذهب به إلى مشاريع إيجابية، دائما مشاريعهم سلبية وليست لصالح الشعب العراقي، مشاريعهم دائما حزبية سلطوية، لا ليس لديهم منهج. لنتحدث مثلا عن المقارنة أستاذ عبد الله، مثلا على سبيل المثال، يعني لو كان الأمر في الهند، لو كان الأمر في ماليزيا، لو كان الأمر في تايلاند، وهذه الموارد البشرية الموجودة، لماذا فقط في العراق يتم استثمار الموارد البشرية أو حرقها إن صح التعبير في عسكرة المجتمع، في خلق الأعداء من الداخل؟ نذهب إلى الصومال. الصومال اليوم غير مطلوبة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فك ديونها وبناء مستمر، والصومال لا تمتلك 5% من ثروات العراق. هذه المشكلة في إدارة الدولة، في إدارة السلطة، لا توجد لدينا دولة، في إدارة السلطة من قبل أحزاب لا تملك خط وطني ولا شخوصهم وطنيين، وهم يأتمرون بأجندة إيرانية أمريكية. هذه الأسباب هي التي
تمنع كل شيء، كل الخيرات عن العراق. أما مستقبل الشعب العراقي فحقيقة يعني من سيء إلى أسوأ، وليس هناك مستقبل إلا بخطوة واحدة أساسية، هو إزالة هذا النظام السياسي. بدون إزالته لا يمكن للعراقيين أن يستشرفوا مستقبلا من هؤلاء. هؤلاء لا يملكون لا رؤية وطنية ولا رؤية، حتى على المستوى الشخصي رؤاهم ضيقة. أنت تتصور رئيس وزراء يريد يناقش قضية الماء مع دول أخرى، يقول النظام السابق هو سبب الأزمة. يعني مثل هذا الشخص بالتأكيد لا يملك أفق سياسي يعني النظام لحديثه. السابق 20 سنة صار له، يعني لو من باب أولى يقول حمورابي هو السبب أو سنحاريب هو السبب. طيب الآن لا لا لا، بإمكانه أن حتى لو عدم، يعني اسمح لي، حتى لو ليس من هذا الباب، حتى بروتوكوليا وأنت مسؤول دولة، أنت تحمل الشعب العراقي يعني هذه الإخفاقات. ليش؟ يعني أنت المفروض تدافع عن مصالح الشعب العراقي أيا كان صيغة النظام السابق. أنت اليوم تدافع عن الشعب العراقي، لا تدافع عن نفسك أمام رئيس وزراء تركيا أو إيران أو غيره. أنت اليوم تدافع عن مصالح الشعب العراقي. هذا دليل على أنه الشخصيات اللي تقود البلد لا تفقه لا بالسياسة ولا إذن بالدبلوماسية لماذا ولا تصلح؟ أي بالوطني. شيء تصلح؟ والله ما يصلحون، يعني مثل ما قال كثير الناس لا يصلحون بتسريح كم معزة. يعني لازم نجيب لهم من عاجل. ما يعني هو هذه مشكلتهم، هذه مشكلة، هذه المشكلة الأساسية في العراق، هذه المشكلة الأساسية في العراق، أنه لا توجد رجال دولة تحكم البلد. هذه المشكلة الأساسية. يعني يذهب وزير خارجية يعمل يتفاوض مع جهة أخرى باسم الإقليم، لا يتفاوض باسم بلده. هذه الإشكالية في العراق في قيادة، في نوعية القيادة. هي المشكلة هم لا يسرحون بنعاج أستاذ عبد الله، ولكن يسرحون بأموال الشعب العراقي. هناك مليارات من الدولارات تأتيهم ويسرحون ويمرحون بها. أبنائهم في لندن يملكون أثمن أنواع السيارات ويسكنون في أفخر أنواع القصور، والشعب العراقي شعب لا زال يبحث عن المولدات. ويتحدث مسؤول في وزارة الكهرباء يقول بأنه أكثر من 2 مليار دولار يدفع الشعب العراقي لأصحاب المولدات الأهلية، وكأنه يقول أن الخلل بكم أيها الشعب وليس في وزارة الكهرباء. هذا منطق الوزارات ومنطق المسؤولين والسياسيين. أستاذ لبيد، من وجهة نظرك لماذا دائما نرى نفس المصطلحات ونفس الشكاوى من قبل السياسيين أو أصحاب المناصب أو الذين يعملون في مناصب حساسة أو في الوزارات؟ لماذا نفس الإشارات ونفس الملامح نسمعها دائما؟ والله اسمح لي أنا بس يعني أستعين بعبارة ذكرتها حضرتك يعني في محاولة للإجابة على أسئلتك المهمة، أسئلة حضرتك المهمة التي تطرحها. يعني أنت ذكرت عبارة عسكرة المجتمع، يعني وأنا ربما أختلف، هذا يعني مشروع عظيم طبعا. نعم، وأختلف أيضا قليلا مع الأستاذ عبد الله سلمان. لا، أنا أعتقد أن هؤلاء الأساتذة يعرفون ما يفعلون، يعني هم ليسوا أغبياء مقصود على النحو الذي نعتقده، وإنما هم يعرفون ماذا يفعلون. نعم، عسكرة المجتمع مفتاح كما ذكرنا الإجابة على هذا اللغز الكبير، لماذا يحدث هذا، لماذا يفعل بنا السياسة هكذا. عملية تعطيل المشاريع وعملية تعطيل عملية التنمية وعملية إهمال الخدمات وإهمال عملية بناء البنية التحتية، هذه عمليات مقصودة بالحقيقة، يراد بها دفع الناس ودفع الشباب بشكل خاص إلى الميليشيات. نحن نعرف أن عدد الميليشيات فقدنا بالحقيقة القدرة الإحصائية على الوصول إلى عدد هذه، إذن هناك من يقول تجاوز 80. هذه دفع الشباب إلى الانتماء والانخراط في هذه الميليشيات من أجل عسكرة المجتمع، وهذه العسكرة تقود إلى اختلال التوازن الاجتماعي في داخل العراق،
وبالتالي هذه الميليشيات هي التي يقع عليها الدور الأكبر في حماية النظام السياسي القائم. نعم. فهم يعرفون جيدا ماذا يفعلون الآن، وأنا أعتقد أن الحالة ستدوم طالما أن مجتمع الدولي راض عن هذا الحكومة مرتاح، الغرب أمريكا وأوروبا مستفيدة من هذا من حالة الفساد الموجودة. لماذا؟ لأحد هذه الأسباب وهي كثيرة، أن أموال الفساد التي ينهبها المسؤولون وقادة الأحزاب وأتباعهم كلها تتدفق، ومعظمها يتدفق إلى البنوك، بنوك أوروبا وبنوك أمريكا. شكرا. لماذا تسقط هذا النظام يعني الذي تستفيد منه؟ نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي، عضو تحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مالمو، ونشكرك شكرا جزيلا. أيضا أستاذ عبد الله سلمان الباحث السياسي ضيفي عبر سكايب من كوبنهاجن. وفي الختام نريد الإشارة بأن حكومات المحاصصة لم تقدم للعراقيين سوى التدهور الاقتصادي والتدهور الاجتماعي وعسكرة المجتمع والفساد وإلى آخره، ويبقى المواطن العراقي والشاب العراقي مصر على الحصول على حقوقه الإنسانية، وربما نشهد ثورات شعبية على غرار ثورة تشرين. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.